انضم الي من دبي محمود العارف، كبير محللي الاسواق لدى سنتشري فاينانشال. محمود اهلا وسهلا فيك معنا، صباح الخير. هل فعلا ستنجح الصين في مخططها للجم الاسعار مقابل ما نراه من عوده القوه للدولار والطلب العالمي الذي يضغط على الاسعار صعودا؟ صباح الخير. مبدئيا بالنسبه لموضوع الصين وسوق السلع عالميا، الصين هي اكبر مستهلك للسلع فعلا، فبالتالي دي اهميه الموضوع ده بالنسبه للحكومه الصينيه. قامت الحكومه الصينيه زي ما حضرتك شرفتي وقلت ان الحكومه الصينيه قامت بعدد كبير من الاجراءات عشان تقدر تحد في الحرب ضد الارتفاعات اللي شفناها في السلع خلال الفتره اللي هي النص الاول من العام الحالي، لان اغلب السلع وصلت لقمه خياليه. السيناريو اللي كانت بتخشاه الصين حدوث السيناريو اللي حصل سنه 89 من احداث الشغب نتيجه الارتفاعات اللي حصلت والمضاربات اللي حصلت على السلع، من ضمن الاجراءات اللي بدات تتخذها الصين في الان ذاك في الفتره الحاليه دلوقتي عشان تقدر تحكم سيطرتها على الاسواق، من ضمنها فرض رسوم على التداول في بورصات زي بورصات شانغهاي وبورصات شانغزو، وده حد بنسبه كبيره جدا في الاسعار والارتفاعات اللي كنا بنشوفها الاسعار. وزي ما حضرتك شددت قلت ان هو تم ضخ عدد من المخزون، من النقط اللي كانت بدات تتخذها الصين هو تخزين بعض السلع الغذائيه تحديدا، لان الخوف من وجود استخدام بعض السلع الغذائيه زي القمح استخدامها كبديل للذره في الفتره الحاليه اللي احنا شفنا ارتفاعات كبيره لاسعار الذره اللي بدات تظهر الفتره الجديده. فموسم القمح اللي هو بدات موسم حصاد القمح اللي بدا في شهر يوليو كان ممكن ياثر بشكل كبير جدا على مخاوف الصين من النقط دي. الصين بدات تضخ بعض الحاجات من الاحتياطي بتاعها من المخزون بتاعها، نعم. زي ما شفنا ضخ 500 ألف طن من الالومنيوم بحجم انتاج 37 مليون طن من الالومنيوم بالنسبه للصين. الاجراءات دي حدت بنسبه كبيره من الارتفاعات اللي كنا بنشوفها في الفترة اللي فاتت على أسعار السلع. الخيارات المتاحة طبعا أمام الصين الآن هي بالوقت الحاضر هي شغلتين، إما ضخ مزيد من هذا المخزون إلى السوق من أجل تخفيض الأسعار، أو ترك الموضوع لترك الدورة الاقتصادية تأخذ مجراها. هي بدون شك الخيارات المحدودة دلوقتي للصين زي ما حضرتك قلت إنها خيارات محدودة، فبالتالي هيبقى في الغالب هيبقى ترك الدورة الاقتصادية إنها تبدأ تاخد مجراها، لأن الصين ما تبقاش في اقتصاد مزدوج عند العالم دلوقتي، لان حاطه بتاثيرات. وحتى الاخبار كانت بالنسبه للدولار اللي بدات تظهر الاسبوع الماضي على قوه الدولار انعكست على الصين وانعكست على السلع تحديدا، لان قوه الدولار انعكست على الهبوط اللي حصل في سلع خلال التقارير بتاعت الفيد زائد معدلات التضخم. فبالتالي لسه الحرب موجوده، لسه التذبذبات اللي ممكن نشوفها خلال الفتره القادمه في اسواق السلع ممكن تكون مرتفعه، لسه الحرب ما بين الصين والمضاربه على السلع ما تزال مستمره. الصين حاولت باجراءات كثيره جدا، بس كان اتجاه الحكومه انها تبدا تتعامل مع الموضوع بشكل غير مباشر من خلال برضه دعم بعض القطاعات زي قطاعات الاسكان وقطاعات العقاريه هناك في الصين لجذب المستثمرين لهذه القطاعات على حساب مضاربه على السلع. وبعض التوترات اللي كان موجودة ما بين الصين وإستراليا في فرض بعض القيود على الصادرات خصوصا في مجال لحوم الخنزير والنبيذ تحديدا ما بين استراليا وبين الصين وإستراليا. يعني يبدو كأن الصين في حرب مع بقية العالم، أو هذا الشيء رح يكون كتير صعب. قديش رح تكون عندها قدرة فعليا أن تتحكم بأسعار السلع من منطلق داخلي، يعني يخدم هذه التحركات تخدم الصين داخليا اكثر من اي حدا ثاني. بالضبط، بدون شك الازدواجيه اللي كانت بتشتغل بها الصين خلال الفتره اللي فاتت ما بقتش تبقى معزوله عن العالم، والدليل على كده اي تذبذبات حصلت في الفتره الماضيه في بورصات زي بورصات السلع في لندن او بورصات السلع في امريكا اثرت بشكل كبير جدا على الصين واثرت جدا على اسواق السلع في الصين. ولان واحنا حتى من امبارح الاتجاهات اللي بدات تحصل في الهبوط اللي حصل قوي جدا بعد كده محاوله الريكفري اللي بدات بتحصل، بدانا نشوف دلوقتي محاولات ارتفاع ثانيه للسلع. ما هي مصالح العالميه الان تجاه ما تقوم به الصين؟ هل سيكون في مواجهه او معارضه او كاونتر اكشن يعني مقابل ما تقوم به الصين بالوقت الحاضر؟ بالطبع اكيد هيبقى في بعض اتخاذ بعض الاجراءات اتجاه الاتجاه الاحادي اللي بتقوم به الصين في فرض بعض
القيود على مضاربات في السلع، انما مش هتبقى معزل عن العالم، لان العالم كله بيتحرك واحده واحده، الاقتصاد العالمي بالجانب العالم بيتحرك واحده واحده، فاكيد التاثير هيبقى تاثير على الاسواق العالميه بالكامل، لان التاثير العالمي حتى لما كان الحديث عن قوه الدولار اللي مضت الاسبوع اللي فات في تقرير الفيد اكيد اثرت على اسعار السلع في الصين، كان تاثيرها قوي جدا، وده اللي احنا نقدر نشوفه على اسعار السلع كان الفتره اللي فاتت بالهبوط اللي حصل كتير في كل انواع السلع، سواء كان بالنسبه للذهب او بالنسبه للنحاس والذره، كل الموجات التصحيحيه اللي حصلت كان نتيجها الارتفاع. والنهارده يعني في التقرير بتاع باول بالنسبه لموضوع التضخم وعوده مستوى التضخم ل 2% اكيد هيبدا هيكون في تاثير على الفتره القادمه. في حين ان بعض عدد من بيوت الخبره في امريكا قالت ان لا، الصين مش هتنجح في انها السيطره على الاسعار ولا السيطره على الحرب السلعيه. محمود العارف كبير محللي الأسواق لدى سنشري فاينانشال، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم.